عاجل خبر صادم من رئيس الوزراء المصري حول اختفاء بعض المدن المصرية، ننشر لحضراتكم التفاصيل وبيان عاجل من الرئيس السيسي ينشر فيه مفاجأة لكل المصريين. وبيان عاجل ومفاجأة من الحكومة المصرية حول استمرار الزلازل لثلاث أيام ننشر أيضا بالتفاصيل. وبيان عاجل من وزير الداخلية المصري لكل المصريين بشأن ثلاث فلسطينيين. وبيان عاجل من هيئة الأرصاد المصرية وننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، وخبر صادم من رئيس الوزراء المصري حول اختفاء بعض المدن المصرية. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن مصر معرضة لغرق بعض المدن بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم وبالتالي ستؤثر على مصر، وقال إن التغيرات المناخية تسببت في وقوع خسائر بشرية هائلة في العالم. أكد إن مصر من أكثر الدول عرضة لانبعاثات التغير المناخي، يعني مصر للأسف من أوائل الدول المعرضة للتأثر بالتغير المناخي العالمي. وقال خلال كلمته بجلسة الطريق من جلاسيكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية بفعاليات اليوم الثاني المنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ، إن مصر للأسف من أكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. المصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم، ونتمنى إن شاء الله يعني الخير لمصر، ربنا يحفظ مصر ويبعد عنها أي أذى. تعالوا نتكلم بخصوص الزلزال اللي حصل النهاردة، يعني في تمام الثالثة تقريبا صباحا، وبيان عاجل ومفاجأة من الحكومة المصرية حول استمرار الزلازل لثلاث أيام. وفي البداية كشفت البحوث الفلكية في مصر مفاجأة مرتبطة بالهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم في مصر، وهي أنها أقوى من زلزال عام 92. وضرب زلزال اليوم بعض المناطق بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ولكنه تركز في سواحل جزيرة قبرص وامتدت آثاره ليشعر بها سكان بعض مناطق مصر. هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية قالت إن زلزال شدته 6.6 درجة ضرب منطقة قبرص، مؤكدة في بيان لها أن الزلزال وقع على بعد 48 كيلومتر شمال غرب مدينة بوليس بقبرص، وكان على عمق 19.6 كيلومتر. يذكر أن الزلزال الذي وقع في القاهرة يوم 12 أكتوبر 92 كانت قوته فقط 5.8 درجة على مقياس ريختر، ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لحجمه، وقد تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين، وشرد حوالي 50,000 شخص إذ أصبحوا بلا مأوى. المصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني ربنا يحفظنا يا رب ويبعد عننا يعني هذه الكوارث الطبيعية. وقال جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية المصري إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر ستكون لها توابع من يومين لثلاث أيام. وقال القاضي في تصريحات لموقع مصراوي إن الشبكة القومية للزلازل سجلت تابعين غير محسوسين للزلازل بلغا 3.3 على مقياس ريختر. أشار إلى أن التوابع عادة ما تكون أقل من الزلزال نفسه، وأشار إلى أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم في البحر المتوسط قرب قبرص بلغت قوته 6.6 على مقياس ريختر. وفي وقت سابق أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية بيانا كشف فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وذكر المعهد أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلومترا من دمياط في حدود الساعة 3
وسبع دقايق صباحا بالتوقيت المحلي. المصدر معانا كان من موقع مصراوي. ربنا يحفظنا يا رب من الكوارث الطبيعية، يعني الزلازل والبراكين. الحمد لله مصر يعني بعيدة تمام البعد عن البراكين، ولكن للأسف هي يعني المنطقة التي تقع فيها مصر، يعني مصر محاطة بالزلازل. فربنا يحفظنا يا رب ويبعد عننا أي أذى، وإن شاء الله يعني زلزال 92 ما يرجعش تاني بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر فيه مفاجأة لكل المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه اعتبارا من سنة 2023 هيتم إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر. وضح أن نوعية هذه السيارات هتكون مكلفة. والرئيس السيسي قال خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، تكلفة هذا النوع من السيارات غالية وبنية أساسية ضخمة علشان يبقى السيارة تعمل بشكل أو بآخر. قال إن مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية، وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات. أكد كم مليون سيارة اتصور، مئات الملايين. تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقى قد إيه؟ 20% أو 30% إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين. من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سنبدأ العمل لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية العام المقبل. المصدر معانا كان من اليوم السابع والأهرام، والحكومة المصرية يعني تؤكد أنها بإذن الله أول سيارة كهربائية هيتم إنتاجها 2023، ويكون إنتاجها مكلف جدا، ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين مميزات السيارة الكهربائية، يعني أولا موفرة عن البنزين، ثاني حاجة أنها بتحافظ على المناخ المصري، بتحافظ على البيئة، يعني ما بيطلعش منها عوادم تؤثر على البيئة المصرية. فالسيارات التي تعمل بالكهرباء والسيارات التي تعمل بالغاز مفيدة جدا، وتكلفة تشغيلها يعني رخيصة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالسولار والبنزين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولو حضرتك بقى ليك الفرصة أنك تختار ما بين السيارة التي تعمل بالكهرباء والسيارة التي تعمل بالبنزين في المستقبل، هل هتختار السيارة التي تعمل بالكهرباء أم السيارة التي تعمل بالبنزين؟ طبعا أنا متشوق أن أنا أعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الداخلية المصرية لكل المصريين بشأن 3 فلسطينيين. وزارة الداخلية المصرية أصدرت 3 قرارات برفض طلبات مقدمة من مواطنين فلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية، وذلك لدواعي أمنية. القرار الأول نص على رفض طلب في العبد محمد عبد القادر حمود الفلسطيني الجنسية، مواليد القاهرة في 15 فبراير 75، اكتسابه الجنسية المصرية تباعا لوالدته سكينة شرقاوي فراج محمد طبقا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75، وذلك لدواعي أمنية. نص القرار الثاني على أن يتم رفض طلب الفلسطيني عدي سعيد علي أبو حصيرة مواليد فلسطين في 7 يوليو 87 اكتسابه الجنسية المصرية تباعا لوالدته فادية سليم عبدالله اللبان بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75، وذلك أيضا لدواعي أمني. ونص القرار الثالث على أن يتم رفض طلب الرياض حمدان أحمد الشاعر الفلسطيني الجنسية مواليد فلسطين في 1 أكتوبر 73 اكتسابه الجنسية المصرية تباعا لوالدته مزيونة محمد داود سلمي الشاعر طبقا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 75، وذلك لدواعي أمنية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من هيئة الأرصاد المصرية لكل المواطنين بشأن حالة الطقس غدا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد. هيبقى مائل للبرودة على السواحل الغربية، وهيبقى دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هيئة الأرصاد الجوية قالت إن غدا الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 19 درجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهذه يعني ظروف حالة الطقس غدا الأربعاء بإذن الله في مصر. وننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي بيتحدث عن 6 ملايين إنسان أتوا إلى مصر نتيجة الصراعات بالمنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين على الإطلاق. قال مش بنقول عليهم لاجئين بالمناسبة، دول ضيوفنا الموجودين معانا في مصر، والهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر بها 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة مننا، وأصدقائنا في أوروبا بيرفضوا يستقبلوهم. الرئيس السيسي قال خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان ضمن فعاليات اليوم الثاني بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ ان مصر لم تمنع انسان طلب القدوم اليها ولم تجلسه في مخيمات، والرقم كبير جدا عندنا والناس موجودين في مجتمعنا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتعالجوا، ويمكن قدراتنا مش زي الدول الغنية، ولكن على الاقل تم اتاحة ما لدينا اليهم بدون كلام كتير. الرئيس السيسي قال لم نسمح لأنفسنا أن نكون معبر لهم يعبروا منه إلى المجهول ويلقوا مصير قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا. ورغم ظروفنا الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصر دايما فاتحة ذراعتها لكل شخص بيطلب انه يدخلها. مصر دايما يعني الحمد لله ربنا يزود في ثرواتها، ان شاء الله مصر هتكون من اقوى الاقتصادات في العالم. ويعني انا شايف ان الحكومة المصرية والشعب المصري يعني بيتقي ربنا في عمله وبيتقي ربنا في حقوق الانسان. هتقول لي يعني ايه بيتقي ربنا في حقوق الانسان؟ هقول لك يعني بحافظ جدا على اخوه اللي طالب اللجوء لمصر. يعني مثلا انا عندي اخويا من جنسية معينة، مش هقدر اقول يعني جنسية بعينها، ولكن انا عندي اخويا من جنسية معينة لازم احافظ عليه، ولو حصل له حاجة احميه زيه زي اخويا فعلا. ليه؟ لان مصر بلد الامن والامان. شوفوا كم مرة مصر ذكرت في القرآن وكم مرة ذكرت في الانجيل. فمصر يعني دولة محفوظة من فوق، فاحنا ما نخافش، واي حد يطلب انه يعني يزورنا ويقعد عندنا احنا يعني تحت امره. ده معناه ان شاء الله ربنا هيوفقنا في اللي جاي. وعاوز اقول حاجة، يعني الشعب المصري بطبعه متدين، مش قصدي يعني حاجة، ولكن فعلا الشعب المصري يعني بطبعه متدين وبيميل دايما انه بيخاف من ربنا، محبش انه يعمل حاجة غلط. فان شاء الله ربنا هيوفقنا، لان ربنا عارف ان احنا بنجتهد وبنسعى للخير لكل المصريين وغير المصريين. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IE على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.